شدي حيلك أمان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده أنا قلبي بيتقطع عشانك. أقولك نصيحة، تاخدي بنتك في إيديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت إلا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا أنا اللي عايزة مصلحتي. خليكي في حالك أنت اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. أديني سكت يا عمر، على رأي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجة الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع كعميل وسط مجموعة المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط، هو اللي زرعني. حسام بيه جابني من البوفيه بتاع ادارة المباحث، ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهادية، وعلى رأي المثل يا باشي ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصة حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني زي عملة رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ إجرامي على قدي وبالمستندات. قال إيه؟ أني فلاح من كفر الشيخ، مع إني أني أصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبية. وبعدين؟ وبعديه راح رميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان أهم واحد من رجالة البطاش، وأني كانت كل مهمتي إني أخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة. وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش أو حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشي. قول. أني معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش شغال عندهم؟ طب أنا هقول لك إيه؟ ما هو أصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان أقوم بالمهمة دي، من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت قيمة، يعني من الآخر جمايله مغرقاني. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ وضح كلامك. يا سعادة الباشا، العين ما تعلاش على الحاجب. أنا كل مهمتي هناك إني أراقب اللي بيحصل وأقوله لحسام بيه، لكن لا أقدر أسأله ولا أراقبه. أنت بالك قد إيه شغال عند البطاطشة؟ بقالي سنتين، وكل مرة كنت أنزل فيها مصر كنت أجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي إيه؟ يعني زي ما تقول كده، شوية كركديه، على شوية فول سوداني، على شوية فسيخ. وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعادة، واني اقعد معاه يسألني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخلية لحسابه؟ ايه ده كلام برضك يا باشا؟ يعني هو لو هيجند ناس في الداخلية انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمة، ده انا هناك خدام. خدام يا سعادة الباشا، والكبير لا يمكن يقول حاجة زي دي قدامي. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا باشي. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكاية توقع دي؟ طبعا، مش هي دي أقوالك؟ أيوة أقوالي، بس يعني حياة أبوك يا شيخ، وحياة نور عينيك، وحياة الغالي عندك، اللي أنا قلته دي يفضل سر بيني وبينك، لأن ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك، الله يطمنك يا أمير يا ابن الأمرة يا سكر. أدينا يا حاج جمعتهم زي ما أنت عاوز. خير يا حاج، عاوز تقول إيه؟ بقالي فترة كبيرة ما شفتش معتز ولا كلمني حتى في التليفون، هو إيه الحكاية؟ ما أنا قلت لك يا حاج إن هو في مأمورية. بالظبط كده، واول ما هيخلص هيجيلك على طول. ايوه يا حاج، هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي. يعني انا حاسس انكم مخبيين عني حاجه. لا والله ابدا يا حاج، ما بنكذب، احنا بنقول الصراحه. قلبي متوحش عليه، انا هكلمه على الموبايل بتاعه، عايز اسمع صوته واطمن عليه. ايوه صح كده يا حاج، كلمه كلمه حاج، كلمه. يكلم مين يا شلبي؟
الموبايل بتاعه يا حاج مقفول عشان المأمورية سرية. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ أنا عايز أعرف ابني جراله إيه؟ أنت عاوز الصراحة يا حاج؟ أيوة الصراحة، اتكلم يا منير. الصراحة بقى يا حاج، الله يكون في عونك. ما تسكت أنت يا شلل، إحنا في ولا في إيه؟ والله جرايه عفيفة، أنا ليها منك ولا من منيرة؟ وبعدين ده أنا جاي أهدي النفوس. أنا معاك خلاص، صعبان عليا، أنا مش قادر أسكت أكتر من كده. أنا لازم أقول الصراحة. قول الصراحة، اتكلم. معتز أخويا ماله؟ مات يا باشا. انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه وكان ناوي. انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط ولا غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن ورئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جايل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجلي، والنسر اللي معلقه عكتافك هخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير مراحش. والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، انت بتحلف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا هيقف جنبك ويزر مرادك. انت مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف عارف، ومش مستغرب ان واد خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضيع مستقبلي ليه؟ ليه؟ انا وراه لحد ما يعترف انه شاهد زور. مش هعترف، مش هعترف، وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في المال عكر عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هيهنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساهر انه يمسك القضية ورافع. ساهر اتغير قوي معانا احسن من ساعة ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابة. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمله توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جرايه يا امي، ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا ام، انت بس ادعيلي، ادعيلي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. يا رب يا رب. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلال؟ ايه طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا متى؟ طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتعه الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر، ونوعدوهم انه المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدياب، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير.